بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي بنعمل تجفيف بس الغسالة اللي هي الشرب. اللي هي 9 كيلو. زي ما احنا شايفين الحلة بتاعتنا في على سرعة. الغسالة طبعا كانت بتخرف قبل ما نعمل التجفيف ده، كانت بتيجي عند مرحلة التجفيف وتقوم رايحة واقفة ومخرفة، وبعد ما كانت مثلا عند الستة تقوم جايبالها مثلا 12 وتسحب مية تاني. ده كان بسبب ان الغسالة ما كانتش متزنة على الأرض، كانت بتخبط. وبرضه في سبب تاني يعمل نفس المشكلة، لما يكون في رواسب في الغسالة بتعمل نفس المشكلة. الحالة كده مظبوطة؟ اه هي كده مظبوطة، عشان كده واخد اللفة. اللي هي مش مظبوطة هتخرف معايا تاني. كده هتنهي اصلا اهيت على دقيقة اهي، بقى دقيقة. كده هتنهي معايا ادت ايه اند في الاخر يعني. كده ظبطت معايا، عشان ايه؟ كل حاجه مظبوطه، الحله مظبوطه، ما عادش في رواص. تاني اهو، عشان لو حد عايز يعمل تكييف لوحده بقيت باور قلنا اهوت تمام. واقوم جاي عند اللي هو السبين اللي هو الدوران السريع اهو، هجيب مثلا اقل حاجه 1 مثلا، واقوم ضاغط استارت اوكي تاكيد تشغيل. كده تشتغل معايا. كده لو انا عايز لو انا غاسل بره وشاطط بره وعايز اجفف بس، بعمل القصه دي. جابت لي طبعا 6 دقايق اهو زي ما احنا شايفين. ده صوت ضخ الطرمبه طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.